السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس منهج كونكت، أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين مع سنتنا الجديدة 2024. تعالوا يلا في حلقتنا البسيطة اللي جاية دي نعمل تشيك كده على جرامر الصف الخامس بالكامل، واللي من خلاله نقدر ندخل بشكل مستريح لمنهج الصف السادس ان شاء الله. في الكومنتس كمان هنتلقى اقتراحكم بخصوص الكتاب اللي احنا ممكن نشتغل منه ان شاء الله، او اللي حضراتكم بتفضلوا ان احنا نشتغل منه، وعلى حسب الكومنتس بتاعكم ان شاء الله هنختار الكتاب. فبسرعة يلا في الكومنتس اكتب لي اسم الكتاب اللي انت بتفضل تشتغل منه، ويلا بينا نبدأ الجرامر بتاع الصف الخامس، واللي من خلاله ان شاء الله هنستعد لدخول الصف السادس. تعالوا نشوف بقى اهم موضوع، وهو ازاي هستخدم او ان او صم او اني. تاني، ازاي هستخدم او ان او صم او اني. حبيبي لازم نتفق قبل اي حاجة ان انا عشان استخدم او ان او صم او اني لازم افرق بين تلات انواع من الاسماء. اول حاجة الاسم المفرد، تاني حاجة الاسم الجمع، تالت حاجة الاسم الغير معدود. تاني، الاسم الغير معدود او الاسم الذي لا يعد. تاني، الاسم المفرد، الاسم الجمع، الاسم الغير معدود. طبعا انا عارف الاسم المفرد يعني الاسم اللي ممكن يجي قبله او ان او وان، وهنا الاسم المفرد ده اسم معدود وممكن اجمعه. طيب شكل ايه كده؟ قال لي شكل مثلا ابن، شكل اكار، شكل ان ابل، تفاحة. طيب اسم جمع اللي هو الجمع اللي بيجي من المفرد بإضافة اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس او جمع شاذ شكل ما احنا خدنا قبل كده. يعني لو قال لي بنز فده اسم جمع، لو قال لي كارز فده اسم جمع، لو قال لي ديشز فده اسم جمع، لو قال لي من خلي بالكو ده اسم جمع بس شاذ يعني ما ضفتلوش اس ولا اي اس. طيب ايه الاسم الغير معدود؟ قال لي الاسم اللي انا ما اقدرش اعد منه ولا احط قبله رقم، يعني ما اقدرش اقول منه واحد واثنين وثلاثة واربعة. ودي دايما خاصة بنلاقيها حبايبي في السوائل، يعني شكل بالظبط كلمة water يعني مية ما اقدرش اعدها، juice العصير ما اقدرش اعده، meat اللحمة ما اقدرش اعدها، sugar السكر ما اقدرش اعده، رايس الرز ما اقدرش اعده. يبقى اذا قبل ما استعمل او ان وصم واني لازم اكون عارف التلات انواع دول من الاسماء، الاسم المفرد، اسم الجمع، الاسم الغير معدود. ليه يا مستر بتدينا الكلام ده؟ قال لي لان طالما عرفت الفرق بينهم يبقى هيبقى سهل جدا ان انا استخدم او ان او صم او اني. تعال نشوف اول حاجة معانا النهاردة، وهي استخدام وان. تاني، استخدام وان. قال لي حبيبي ان وان دي ما بتجيش غير قبل الاسم المفرد فقط لا غير. تاني، وان ما بتجيش غير قبل الاسم المفرد، يعني ما تنفعش تيجي قبل الاسم الجمع او الاسم الذي لا يعد. بمعنى ان انا لو رحت لقيت الاسم المفرد يبقى انا هحصر نفسي في وان فقط لا غير. طب يا مستر هجيب او ان امتى؟ قال لي انا عارف ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ساكن. طب ان؟ قال لي ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. تاني، هجيبها لو كان الاسم المفرد بيبدأ بصوت ساكن، وان هجيبها لو كان الاسم المفرد بيبدأ بصوت متحرك. تعالوا نشوف حبايبي مثال كده على الكلام ده. يعني لما يجي يقول لي I have، يعني انا معي، ويديني في الاختيارات ويديني ان ويديني صم ويديني اني. ادي الاربع اختيارات بتوعنا، ويجي يقول لي كده apple، apple يعني تفاحة، ويجي يقول لي تعالى يلا اختار. قلت لكم حبايبي طالما الاختيارات في او ان او صم او اني على طول هروح للاسم بتاعي اللي هو كلمة apple. ابل دي ملا، هتقول لي ابل دي يا مستر اسم مفرد، وطالما اسم مفرد يبقى على طول ولا ينفع صم ولا ينفع اني، يبقى لي او ان. وعشان اخد او ان لازم ابص للصوت بتاع الاولاني، صوت متحرك، فبالتالي هاخد ان. تاني بالتالي هاخد ان. مثال تاني لما يجي يقول لي there is،
a, an, some, any. ويديني كلمة pen. هقول له أول حاجة هبص عليها حبايبي برضو هو الاسم. الاسم بتاعي هو كلمة pen. pen دي مالها؟ لازم أحدد هل هي مفرد؟ هل هي جمع؟ هل هي لا تعد؟ هتقول لي لا البن دي يا مستر واسم مفرد، فبالتالي ما ينفعش صم ولا ينفع اني بقالي او ان. طب اخد يا مستر، هتقول لي لان البا صوت ساكن مش صوت متحرك. نيجي بقى على صم واني. تاني تعالى يلا على صم واني. قال لي صم واني حبايبي الاتنين دول بيجوا قبل الاسم الجمع وقبل الاسم الغير معدود. تاني لو انا شفت الاسم جمع او شفت الاسم غير معدود قال لي على طول هجيب صم او اني. تاني هجيب صم او اني. طب يا مستر ما انت كده حيرتني برضو، الاسم جمع او اسم غير معدود هجيب صم ولا اني؟ قال لك اني دي بجيبها في النفي وكمان في السؤال. طيب صم، قال لي صم بتيجي في الجملة المثبتة وبتيجي في حاجة كمان بس خلينا نقولها في الآخر. طيب تعالى كده نشوف أنا هاخد صم ولا إني، وتعالوا نشوف الأمثلة على الكلام ده. لما أجي أقول لك there is a an some any juice. تعالى بقى نختار. اول حاجة شكل ما قلت حبيبي لازم ابص على الاسم اللي ورا الاقواس الاول اللي هو كلمة جوز. برافو عليكم. طيب كلمة جوز دي يا ترى مفرد ولا جمع ولا لا يعد؟ هتقول لي يا مستر لا ده اسم ما بيتعدش. قال لي خلاص ابعد خالص عن او ان. طب هروح لمين؟ قال لي هروح لصامو اني. طب اجيب صام ولا اني؟ هتقول لي هنا لازم ابص لنوع الجملة، هل هي مثبتة ولا منفية ولا سؤال؟ طب هنا نوع الجملة ايه؟ سؤال؟ لا طبعا. طب منفية؟ لا دي جملة مثبتة، فبالتالي هختار صم. تاني هختار صم. مثال تاني لما اجي اقول there aren't، اقول لك a an some any onions. برضو هنا هبص على الاسم بتاعي اللي هو كلمة onions. onions حبايبي بمعنى بصل. طب البصل ده ايه؟ هتقول لي اسم جمع يا مستر. يبقى هبعد عن مين؟ عن ايه؟ وهبعد عن مين؟ عن ان. يبقى انا عندي بس صامو ايه واني. يبقى هنا لازم ابص للجملة. دي جملة منفية. برافو عليكم. يبقى انا هاخد اني. تاني هاخد اني. طيب حبايبي في ناس بقى بتغلط جدا في الموضوع ده. ازاي؟ يجي يقول له مثلا I haven't got a an some any car. هنا بقى حبايبي الناس بتغلط غلط كبير جدا، يقول لك I haven't got a an some any car. دي جملة منفية، فبالتالي هختار اني. هقول لك لا انت كده ارتكبت خطأ كبير. ليه؟ لانك رحت على نوع الجملة الاول وده ما ينفعش. لازم اروح على مين حبايبي؟ على الاسم الاول اللي هو كلمة مين؟ car. ايوة مالها؟ ده اسم مفرد. اذا انا مش محتاج لنوع الجملة، انا محتاج اعرف ساكن ولا متحرك عشان اخد او ان. فبالتالي هقول الكار اسم مفرد فهروح لآ عشان الكا صوت ساكن. يبقى اوعى ترتكب الخطأ وتروح لنوع الجملة الاول، روح حبايبي للاسم الاول. تعالى يلا على المثال البسيط ده. لما يجي يقول لي have you got a an some any water. برضو هعمل ايه؟ هبص على الاسم الاول، ده اسم لا يعد، يبقى ولا a ولا an some any. طب ده ايه؟ هتقول لي سؤال، فبالتالي هختار ايه يا حبايبي؟ هتقول لي any. يبقى have you got any water. تاني have you got any water. حبيبي حتى انا ممكن اعرف نوع الجملة اللي هي مثبتة ولا منفية من خلال some any.
يعني مثال ساعات يقول لي كده there is ولا are isn't aren't any apples. هتقول لي اه برضو هنا حبايبي هروح على الاسم الاول apples مالها جمع. برافو عليكم. يبقى شيل على طول اي حاجة تمشي مع المفر. بشيل is واسم بار وارنت واحدة مثبتة وواحدة منفية. ايه اللي هيحدد لي؟ هتقول لي برافو عليك اني. اني دي اللي هتحدد لي هو نفي ولا جملة مثبتة. هتقول لي هاخد ارنت عشان في اني. نفس الكلام لو كان في سام كنت خدت ار. يبقى اذا انا ممكن احدد نوع حبايبي الجملة اللي هي منفية ولا مثبتة عن طريق سام واني. يعني لو مداني مثال تاني كده وقال لي there is ولا are ولا isn't ولا aren't some juice. هقول له اه. هبص برضه على مين حبايبي؟ برافو عليكم على الاسم. الاسم ده لا يعد يعني ولا ينفع aren't ولا ينفع are لان طالما لا يعد يبقى انا مع المفرد ده اكني مفرد بالظبط. طيب با is و isn't تاخد is ولا isn't؟ هتقول لي في some. برافو عليكم. يبقى انا هاخد is. طب تعالوا بقى على الحاجة المهمة جدا وهي ازاي استخدم صم في حاجة غير الجملة المثبتة. قال لي صم حبايبي ممكن استخدمها في السؤال تاني. صم دي حبايبي ممكن استخدمها فين؟ ها في السؤال بس بشرط السؤال ده حبايبي يكون طلب. تاني السؤال ده يكون طلب او ايه كمان؟ قال لي او عرض. يعني لو انا بعرض على واحد حاجة او بطلب منه حاجة قال لي هستخدم هنا في السؤال صم ومش هستخدم اني. طيب يعني ايه يا مستر سؤال عرض وطلب؟ قال لي يعني لو لقيت السؤال بادئ بكان اي اللي معناها ممكن او كود اي اللي معناها برضو ممكن او would you like. حبيبي would you like دي معناها هل تود. قال لي ده عرض. تاني ده عرض. قال لي لو لقيت سؤال بادئ بكود اي او كان اي او وود يو لايك ده عرض وده طلب فبالتالي هختار سم مش هختار اني. يعني لما يجي يقول لي كده كان اي هاف ا ان سم اني تي الناس هتفرح قوي. ايوه ده سؤال فانا هاخد اني. هقول لك لا لاحظ ان السؤال ده بيبدا حبايبي بكان اي. كان اي دي معناها هل يمكنني ممكن يعني. طيب طالما السؤال ده عباره عن طلب قال لي برضو ببص نوع الاسم الاول تي اسم لا يعد يبقى ما ينفعش اولا ان صم اني. بس هنا بقى حبايبي هاخد مين؟ صم. ليه؟ لان ده عباره عن طلب مش سؤال عادي. مثال تاني لما يجي يقول لي would you like يعني هل تود ويديني برضو ايه وان ويديني كمان صم ويديني كمان اني ويديني جوس. اه سؤال برضو صح. ايوه واسم لا يعد جميل يعني مينفعش ايه ولا ان. طب اخد صم ولا اني؟ ففي ناس هتقول اني. هقولك لا خلي بالك انه بادئ بكلمة مين would you like. اه فبالتالي طالما قال لي would you like لازم هنا اجيب صم لان ده عرض. تاني لان ده ايه حبايبي؟ عرض. وفي العرض والطلب بختار صم ما بختارش اني. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنونا في الحلقة الجاية مع جزء تاني من أجزاء الجرامر اللي كانت موجودة علينا في الصف الخامس واللي من خلالها بنستعد لدخول الصف السادس منهج كونكت. وما تنساش اسم الكتاب اللي انت بتفضل تشتغل منه واكتبه لي في الكومنتس تحت. جود باي. السلام عليكم.